فاكرين مبادرة مصر أو التاريخ الآن اللي بيقوم بيها البطل الرياضي عمر حجازي؟ عمر اتحرك بالفعل وخط سيره اللي احنا اعلنا عنه في حلقات ماضية. ويا ترى عمر فين دلوقتي؟ ناس كتير ممكن تسأل، انطلق من سانت كاترين، يا ترى هو حاليا في اللحظة دي فين؟ طب ما تيجي نسأله ونشوف ونقول له مساء الخير البطل عمر حجازي. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ عمر، يعني قول لنا انت فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي في مدينة ابو زنيمة. في ابو زنيمة. طيب قول لنا بقى خط سيرك اللي انت اتحركت فيه. انت اتحركت بدايتك كانت من انطلاقك من سانت كاترين مرورا بوادي فيران ومرورا يعني بعدة اماكن، قول لنا خط سيرك اتحركت منين ووصلت لفين دلوقتي؟ هو البداية انا زي ما حضرتك عارف انا كنت عمت من الاردن لمصر لطابة قبل كده، فبدأنا كملنا رحلة المرة دي من طابة لنويبع ثم لسانت كاترين، ثم صلصنا جبل موسى، ثم اتحركنا من سانت كاترين. كنا المفروض كانت الوقت في وادي فران، بس قررنا نحطم رقم قياسي شخصي، انا كان اكتر رقم عملته قبل كده 35 كيلو متر في يوم واحد، قررنا نكمل لابو زنيمه 145 كيلو متر في يوم واحد. في يوم واحد 145 بالعجله؟ 145. احنا بنعرض دلوقتي صور ليك وفيديو ليك وانت يعني بتقود الدراجه فعلا في قلب سيناء، وطبعا العمل عمل شاق، خاصه في التوقيت ده من السنة المنطقة دي بتبقى مش باردة، بتبقى جزء من القطب المتجمد. يا ترى درجة الحرارة عندك ايه او الجو شكله ايه يا عمر؟ بالفعل هو جبل سانت كاترين جبل موسى كان يعني الجو ساعة جدا. تاني يوم الحركة من جبل سانت كاترين لحد ابو زنيمة كان الجو بقى فيه كل فصول السنة، يعني ساعة بعدين مطرة، بعدين لما بدانا نقرب لابو زنيمة شويه بدا الجو يعتدل. يعني كان كل الفصول كنا قلقانين ان ممكن يحصل سيل بالذات وسط الجبل علينا، ودي منطقه سيول بالمناسبه. بالظبط، يعني كان في خوف كبير قوي، واللي هو احنا كان لازم نخلص بسرعه ولازم نمشي بسرعه علشان احتمال كبير يحصل سيل علينا. بالفعل حصل مطره، بس الحمد لله ربنا ستر وما حصلش سيول. طيب انت يعني المحطه اللي جايه ايه بقى؟ المحطة اللي جاية بكرة إن شاء الله، احنا برضو مش بس عجلة، احنا بنحاول نعدي نقعد مع البدو، نحاول نقعد مع الناس اللي عايشة في وسط سينا، عايزين نعيش تجربة حقيقية ونطلعها للناس بزاويتها الإنسانية. فالمرحلة اللي جاية إن شاء الله هنروح لراس سدر، هنعدي على حمام فرعون في النص، هو مكان أثري عظيم أوي، أو عيون موسى. طبعا عيون موسى، لا عيون فرعون. حمامات فرعون، مظبوط، حمامات فرعون، صحيح. فهنعدي هناك ونصور فيها ونستمتع بيها، بعدين هنروح راس سدر، وهناك هنبدا التجهيز ان شاء الله ان احنا نعدي للناحيه الثانيه. يعني انت كده بتقترب يعني من حدود الضفه الشرقيه للقناه. تمام. وهتعدي بقى تاخد نفق الشهيد احمد بدوي، وتدخل بعد كده بقى على يعني بتقرب من قلب القاهره. طيب لحد لحد ان شاء الله الاستقبال، او ربنا يسهل بس، ويعني يدينا القوه ودعواتكم معانا، وان شاء الله نوصل يوم الجمعه في اهرامات الجيزه ان شاء الله. ربنا يديك الصحه طبعا والقوه انت وامثالك للوصول يوم الجمعه طبعا. ومن المفترض ان انت هيكون في مؤتمر صحفي عالمي عند سفح الهرم يوم الجمعة القادم. بالظبط، هو برعاية السيد وزير الشباب والرياضة. طبعا السيد أشرف صبحي. هو إن شاء الله ممكن يعني في دخلة العجل، هو ممكن يعمل معانا عجل في آخر جزء من القاهرة. معالي محافظ الجيزة برضه عامل دعم كبير قوي، وهو عامل دعم كبير للمؤتمر الصحفي في الاخر في يوم الجمعه ان شاء الله. تمام. وكلنا وكل اللي بيدعمونا وكل اللي بيدعموا فكره ترويج السياحه لمصر هيبقوا موجودين في المؤتمر ان شاء الله. اتمنى حضراتكم تبقوا موجودين معانا وتشرفونا. ان شاء الله موجودين وفي استقبالك، وبنهنيك على نجاح الفكره وعبقريه اختيارك للمكان والزمان برضو بالمناسبه، وبنهنيك مبدئيا وبنتمنى لك التوفيق وتوصل بالسلامه انت وكل الوفد المرافق ليك، اللي بحييهم طبعا جميعا اللي هم في الكواليس، اللي طبعا يعني دورهم يعني من الاهميه بمكان، وتحيه لهم جميعا.
وتحية ليك يا عمر، وتصل بالسلامة، وموعدنا الجمعة القادم إن شاء الله. شكرا. البطل العالمي عمر حجازي كان معنا عبر الهاتف وبيحكي لنا هو وصل لفين وهيوصل يوم الجمعة للهرم بإذن الله.